آدم تراوي مدير دورة 29 من المهرجان المغاربي للفروسية ببوحجلة، عرس الفروسية المغاربي اللي يستقطب ضيوفه من الجزائر، من ليبيا، من تونس، من مختلف الجهات والولايات. دورة جديدة، كانت دورة تحدي فعلا، تحدينا فيها عدد من المتغيرات، عدد من العراقيل مختلفة الأنواع. دورة اخترنا زادة أنه يكون شعارها الرسمي الفروسية مقاومة وعزة، من جلاس، من أرض بوحجلة، من القيروان ربيعة الثلاث إلى غزة، في رسالة مقاومة، في رسالة مساندة لأخياننا وأشقائنا الفلسطينيين في غزة، المرابطين الصامدين المقاومين في غزة وفي عموم الأراضي الفلسطينية المحتلة، أخياننا الفلسطينيين زاد المهجرين في مختلف ربوع وأنحاء العالم. رسالة تضامن توجه بها اليوم من بوحجلة من خلال فن الفروسية، فن المقاومة، ثقافة المقاومة اللي ترسخها الفروسية الشعبية اللي حفظناها وتورثناها على جنادنا في جلاس وفي تونس ككل. دورة جديدة تنطلق اليوم السبت 3 أوت 2024، تتواصل على مدى 7 أيام إلى حدود يوم 9 أوت 2024، كما حفظنا وحاولنا نحافظوا فيها ونكرسوا فيها الخصوصية التقليدية متاع المهرجان والأطباق الرئيسية في المهرجان المتعلقة بنشاط الفروسية وركوب الخيل وسباقات الخيل بمختلف أنواعها، الرماية والصيد البري وغيرها. كما حاولنا زادة أنه تكون برمجة المهرجان موجهة للعائلات، موجهة للصغيرات، خاصة أنه المهرجان في بوحجلة فرصة لهم خاصة مع العطلة الصيفية وارتفاع درجات الحرارة أنه يكون منفذ، أنه يكون ملاذ لهم من خلاله يسهروا ويتفرهدوا ويحاولوا ينساوا شوية الروتين متاع عطلة الصيف ومتاع حرارة الطقس. إن شاء الله تكون برمجة في المستوى رغم كل التحديات واللي ما نجم من خلالها كان نوعد جماهير المهرجان المغاربي الفروسية ببوحجلة ومختلف المدخلين بحاجتين: أولا أن نحاولوا تكون برمجتنا في قادم الدورات أحسن، والشيء الثاني زادة أن نوعد جمهورنا بحول الله ببرمجة ما أفضل، ويستحق جمهورنا الغالي في بوحجلة برمجة ما أفضل نحلم بها وباش نطوروها ديما على مدار الدورات والسنوات السابقة اللاحقة بإذن الله. الفروسية راهي تمثل جزء هام وهام جدا من الموروث الثقافي التونسي، خصوصا في المناطق الداخلية. اليوم كيفاش باش نعديه احنا الباساج هذا الأجيال القادمة؟ هذا محور هام وهام جدا، لازم وأنه يتم العمل عليه اتصاليا وحتى على الصعيد العملي بالنسبة للأجيال القادمة. الحاجة الباهية كونه المهرجان تزامن مع تغيير في الحالة الجوية، قاعدين احنا هكا نحسوا في النسبة اللي هي تبدلت في الطقس بتاع وسط الكرومندي قاعدين نعيشوا فيه. والحاجة الباهية كونه اليوم نحكيه على إشعاع بتاع مدينة بوحجلة اللي ولات عاصمة للمغرب العربي، وقت اللي نشوفوا كونه فما فرسان جايين من الجزائر، فرسان من ليبيا، فقرات متنوعة عندها بعد فكري، عندها بعد أيضا فني، باش تكون متواصلة من بين 3 إلى 9 أوت القادم. نتمناو كونه المهرجان هذا يزيد يكبر خطوات هامة القدام. اليوم كنقولوا المهرجان في دورته 29، فراو رقم 29 نشوفه مهم جدا ويحكي على عراقة نتاع المهرجان، عراقة تليق بالتاريخ نتاع بوحجلة، فان شاء الله يكون عنده بعد اللي هو دولي خلال السنوات القادمة. وهنا نداء السلطة الأشراف للناس اللي تخدم في الجانب الثقافي والسياحي، بجاه ربي ادعموا الأولاد هذوما ونحاولوا نخدموا أكثر، خصوصا وأنه تعرفوا كون التوجه العام مستقبلا هو الخدمة على البناء القاعدي، فإن شاء الله البناء القاعدي يدعم المحاور هذه وربي يوفق الجميع. كرئيس النادي الرياضي الهاوي دراج الفروسية وركوب الخيل دولة الجزائر، الحمد لله هذه المرة الثالثة وأنا أشارك في مهرجان بوحجلة. مهرجان بوحجلة غني على التعريف، البرنامج نتاعو ثري جدا جدا جدا، كما عودتونا وعودناكم أن دائما نشارك معكم هنايا. شاركت معنا دولة ليبيا وشاركت الجزائر وكفرسان تونس، لكن احنا ينطلبوا السلطات ان يسهلونا في المعابر الحدوديه لانه نعانيوا من 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 عده امور وعده اشكالات في البوابات. احنا ماذا بينا ما نشاركوش شخصيا، نشاركوا بالخيل نتاعنا لان باش نعرفوا بالفروسيه الشعبيه الخاصه بالمنطقه نتاعنا، باش نعرفوا بخيلنا، نعرفوا بسروجنا، نعرفوا بعاداتنا وتقاليدنا. ماذا بينا نعاونوكم احنا وماذا بينا المهرجان نتاع بوحجلة هذا ينجح.
محدثكم لطفي غريبي نائب رئيس جمعية المهرجان المغاربي للفروسية. أنا اليوم في الهيئة المديرة، ولكن قبل السنوات والدورات الفارطة كنت متفرج من ضمن الحضور. السنة دخلنا في الخضم هذايا في التنظيم. الحقيقة حسب من مرة والمتابعة متاع الحضور، سواء مواطنين سواء مسؤولين سواء ضيوف من جميع ولايات الجمهورية، من ليبيا من الجزائر، الناس كل أعربت على إعجابها بالفروسية والألعاب الفروسية اللي كانت موجودة في أول يوم الافتتاحي للمهرجان الدورة 29. كان الحقيقة جو ممتاز، امتاع للجمهور، ألعاب فروسية متنوعة، معناها كانت جماعية وفردية. اليوم كملنا معناها تقريبا المغرب، إن شاء الله غدوة عدنا زادة سباق، غدوة ثلاثة سباقات للخيول، سباق الأمهار، سباق الخيول ثلاثة سنوات، وسباق أكبر من ثلاثة سنوات، وجوائز قائمة باش تكون موجودة. وكذلك نأكد أنه مشاركة من جميع ولاية الجمهورية تستنى في التظاهر هذه وتحضر السباق الخيول هذا، اللي الحقيقة لاقى معناها إقبال ولاقى تشجيع من الناس المدعمة والناس اللي تحضر للسباق هذا. فارس وسام فوزي الأبيض من قصر بن قشير، منطقة المرزيق تحديدا، ليبيا. لا إله إلا الله. اليوم كنا في المهرجان 29 لمهرجان أبو حجلة في منطقة القيروان في تونس، ولقينا استقبال كويس ولقينا ترحيب كويس، وكانت الفرصة لنا احنا كانت أكثر إن احنا كنا نجوب الخيول نتاعنا، لكن للظروف فاش تتمثل الظروف اللي تمثل في عدم التحاليل في التوقيت المناسب من الجانب الليبي للجانب التونسي والتنسيق بيناتهم، هو هذا الجانب السبب الرئيسي اللي خلانا ان احنا ما نخشوش بالخيول. ولكن بإذن الله السنة الجاية بإذن الله راح تكون فيه أمور أحسن وأقوى، وتكون فيه تنظيم أقوى وبكري، ونكونوا تحالينا ونكونوا بخيولنا ونكونوا مشاركين في السنة في دورة 30 للمهرجان أبو حجلة. الحياة فام، الإذاعة الأولى للصحة في تونس. الحياة فام.